أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا
ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا شيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيط بشيء من علمه بما شاء وسع كل
والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. صدق الله العظيم.
جميع الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات والذين كفروا
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ألم
قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت صدق الله العظيم. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. والله لا يهدي القوم الظالمين. وهي خاوية
فأماته الله 100 عام فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله صدق الله.